الله أي دم في كربلاء سفك. فقط الله يعلم ما هذا الدم قيمته، درجته، أهميته. الله أي دم في كربلاء سفك. لم يجر في الأرض، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. أي والله، السماء والأرض ارتجت لهذا المقتل. الله أي دم في كربلاء سفك. لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال بالطفوف عدأت على حريم رسول الله، على حريم رسول الله فانتهكا. يوم به حامية الإسلام، يوم به حامية الإسلام قد نهضت له حمية أهل الدين. دين الله إذ ترك ورأى سبيل الغي متبعون. ناس تمشي ورا الباطل، ليش؟ رأى سبيل الغي متبعون، والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكا. وقد تحكم في الإسلام طاغية. هاي القضية كلها ثمرتها هذه. وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وقد صار يزيد فيهم ملكا. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. ياهو اللي يقدر الدين، ياهو اللي يهتم بالدين، ياهو اللي يدافع من أجل الدين.
قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا، فلم ير الصبط شفاء غيره. شنو الشفاء؟ إلا إذا دمه في كربلاء سفك. ما تم لولاك الفرض يحسين. هاي الحقيقة. ما تم لولاك الفرض يحسين. ما تم وحق كبدك المنة ثلث. ما تأيام إلك بقلوبنا منصوب. والله ما تأيام الذكرك يا غريب الغاضرية. يا الله الذكرك يا غريب الغاية يا غريب. اكو مرضى اتصلوا من خارج العراق من داخل العراق بحاجة للدعاء ويطلبون منكم الدعاء. هاي انفاسكم وهاي اصواتكم وهاي عبراتكم، وطلبوا لهم الشفاء. هذا البيت اقرأ لي شفاءهم. ولما زينب تقول ولما ليالي كربلاء عسران، سوى بها الليالي سوى بحالها. ولما ليالي كربلاء عسران، ولما وعلي جمعا مصايبهن. التمن علي جمعا مصايبهن. ولمن انا جيت مدلل وياهم. ولمن جيت مدلل وياهم. ولمن وقع عباس دهري خان بي. وقع عباس دهري خان بي.